رسول الله خبا عليك. ايش بي ضياء شارب جقارة داخل سترند هاي السوي. لا عمي احنا ايش كتبنا له؟ ضياء اسمع هاي الجقارة اللي ورثتها. الله ابو بريل ضياء اسمع هاي الجقارة اللي ورثتها. اسمع هاي القيثارة ابد ما عفتها. الله خليك فرحتك. الله. اسبوعين مصدر ومرتاح. وحق هو العباس منك الصدارة اخذها. الله. وما تلعبوا يا كبار. يلم استواك كبار. لا تلعبوا يا كبار. هل من تمر بالنار. هسه يجي عنا. اليوم هي مستحقة باكي. اي على هالحر يا بصدق كذي معزب كثيرين وعلي وداعتك انت خاف ما يدرون ترى الخير من الله. خير يصيبك كابتن حبيب. تحياتي لكم ونقلكم وعجودكم على التعب. احنا نبارك للفريق ونطلب من عندهم للافضل لان فريق الجويه جاي يتعذر مباراه. وانا اشكرك على الفيديو اللي طلعته لي. اكثر الجمهور انتقدوني ونزلوا صور لي وقاموا يغلطوني يفشلون. هاي مو اخلاق رياضه. انا انتقدت على عبد الزارع وحسين علي. قلت حسين علي وعلاء عبد الزارع لحد هاي اللعبه ما موجودين. وصحيح وانتقدونا وقالوا علينا. احنا نبارك للفريق وخلي فريقنا يرجع. نطلب من الفريق مستواكم مو زين. مالي شغل بلي صفق لك. الفريق لا ما لنا شغل بلي صفق لك. فريقنا يراد له بعد. فريق فاز عقلي على راسي. لاعبين انا جايبهم بفلوس مالي شغل. اريد اقدم لي على راسي. اطلب من اللاعبين بعد الاحسن لان الفريق المنافس الجويه جاي يتعذر مباراه بعد مباراه. كل لعبه بثلاث نقاط. تحياتي لك. كابتن هذه رساله واحده. رساله لقناتكم. ذاك على منذ اللقاء وهذاك اليوم احنا ما مسينا المؤمن. اولا خلي يسمعون احنا مسينا الايوب وديشو على الاغنيه ما بها اي سؤال. ايوب الزوراء دخل نفسه. ابو المجاني امير يقول لا هم غلطوا الزوراء دخل نفسه. وثاني شيء احنا مسائل ايوب. ايوب مدرب محترم مسائله. هي اغنيه الجمهور يغنيها يعتبر هاي. احنا وجمهور الجويه منافس على المدرج برا. قصدك مو الشخص ايوب العمل. العمل احنا ما لنا دخل. العمل احنا ما لنا دخل. بس الشخص ايوب نحترمه ونعزه اي خير رساله اليوم. بس هم الزوراء امير يقول احنا ما غلط. لا تسيت صاحبك ابو العشاق عتف علينا بملعب كربلاء وملعب الحبيبيه. دخلت نفسكم شي ما يعنيكم. هاي رسالة.